ما حضرت أنا شخصيا من افتتاح مشروعات رأيتها بأم عيني. هذه المشروعات والطرق والكباري، وهذه المشروعات من المصانع وإعادة الصناعة مرة أخرى، صناعات الاستراتيجية، قناة السويس، الأنفاق اللي موجودة تحت قناة السويس، المشروعات الغذائية، الثروة السمكية، كل هذا شيء ضروري جدا، هام جدا، تم في وقت قياسي لم تقم دولة في العالم بما قامت به مصر في 6 سنوات في كل هذه المجالات، دفقة واحدة، دفعة واحدة بشكل متوازن. لم تتوقف مسيرة العمل والإنجاز الحقيقي في مصر خلال السنوات الست، لكن التاريخ سيذكر لهذا الرجل، سيذكر التاريخ بأحرف من نور للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حكم مصر في أصعب وأدق فترة في تاريخها الطويل، إنه أول من واجه مواجهة صارمة صادقة مخلصة الجماعات الإرهابية وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين. سيذكر التاريخ ويسجل بحروف من نور أنه لم يهادن، أنه لم يتوقف، أنه لم يتردد، أنه لم يخاف، أنه لم يخشى لومة لائم، ولم يخشى إلا الله في مواجهة هذا التيار الأكثر إرهابية ودموية في العالم. خليني أفكركم الرئيس قال إيه عن الإرهاب. تتحكموا يا تتقتل، ها؟ صحيح أنا بالنسبة لي ممكن أتقتل، ما عنديش مشكلة. أيوة أنا بقول لكم كده، أنا مستعد أتقتل وهقابل ربنا، وهقابل ربنا باللي أنا عملته، هقابل ربنا باللي أنا عملته. هذا القيادي كان بيقول لي هنجيب أو هتلاقي من كل ربوع الدنيا ناس جاية تقاتلكم، من أفغانستان، من باكستان، من سوريا، من العراق، من مصر، من فلسطين، من ليبيا، من كل الدنيا هتيجي تقاتلكم. ما يصحش حد يفكر ان هو يلعب في امن مصر واحنا موجودين، لان انا اروح اموت الاول قبل ما حد يلعب في امنها. قسما بالله العظيم قبل ما حد يلعب في امنك يا مصر ويضيع ال 100 مليون لازم انا اكون مت الاول. اسمعوا اللي بقولك عليه، اللي عايز يلعب في مصر ويضيعها لازم يخلص مني انا الاول، لان انا لن اسمح، والله العظيم لن اسمح، والله امنك واستقرارك يا مصر ثمن حياتي انا وحياه الجيش. واي حد يفكر انه يقرب منها، لا، اتعلموا يا ناس، اتعلموا يا ناس ازاي بتسقط الدول. قالوا ايه؟ قالوا ان الجيش خان الشرطة ودخل المتظاهرين الأمن الوطني عشان ياخدوا الوثائق اللي موجودة هناك ويهدروا كرامة الشرطة. شوفوا الدولة بتتدمر ازاي، شوفوا الدول بتضيع ازاي.